مجددا في واجهة الأحداث من خلال توتر متصاعد مع الجارة إيران، المملكة التي تعرف مواجهة مفتوحة بين حكومتها والمعارضة المطالبة بالإصلاح، طلقت انتقادات إيرانية على خلفية استعانة المنامة بقوات سعودية وإماراتية منضوية فيما يعرف بدرع الجزيرة للسيطرة على أوضاعها الداخلية. طهران دعت جارتها البحرين للتصرف بعقلانية مع احتجاجات المعارضة بدل اللجوء إلى المعالجة الأمنية والأحكام القضائية القاسية، فضلا عن الاستعانة بما وصفته بقوات الاحتلال الأجنبي، وهو الموقف الذي اعتبرته المنامة تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية ودليلا جديدا على طبيعة السياسة الإيرانية تجاه جيرانها العرب.